بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما مات إنسان نصراني أو ملحد أو يهودي أو إلى آخره، كلما أثيرت زوبعة الترحم عليه. هل يجوز الترحم عليه من المسلمين أم لا يجوز؟ الترحم هو استغفار للميت. ومع ذلك، مع اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، نقول ندين هذا العمل الإجرامي. الدين، دين الإسلام، لا يشر يعني لا يجيز هذا، بل أنه كإنسان نقول أن هذه جريمة ويجب أن يحاسب مرتكبيها. ولكن هذه الجريمة لا تجعلنا نرتكب جريمة أكبر، وهي أن نستغفر لهذه المرأة ونترحم عليها كمسلمين. لماذا؟ لأنها نصرانية، والنصراني مشرك بالله، هذا في عقيدتنا، يكفر بديننا، يكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفر بالقرآن، يكفر بمعتقداتنا. وهذا ليس معناه أننا نتمنى له الشر أو نجيز قتله أو سفك دمه أو إلى آخر هذا الكلام. هذا شيء وهناك، وهذا شيء آخر، ولكن هذه جريمة. ولذلك الدين الإسلامي كما جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار لأنها حبست قطة، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. هذا هو الدين الإسلامي. والله سبحانه وتعالى أدخل الجنة من سقى كلب، هذا في حيوان، من سقى كلب وهو يلهث يعني ويأكل التراب من العطش سقى دخل الجنة، ومن حبس قطة ومنعها الطعام حتى ماتت دخلت النار، هذا كحيوان. أما فما بالك بالإنسان؟ فنحن نرفض هذا ولا نجيزه كمسلمين وكدين إسلام وشريعة إسلامية. هذا شيء، وكونك أن تستغفر لهذا المشرك شيء آخر، هذه عقيدة. يعني أصلا في ديننا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صرنا الآن نلقب بالشهيدة. الشهيدة منزلة عظيمة جدا جدا، ولا يستطيع المسلم أن يمنحها هكذا حتى للمسلم. وبالمناسبة فإننا نترحم على شهداء مصر، شهداء الجيش المصري، نحسبهم شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى، نحسبهم ولا نقطع بشهادتهم. هذا مسلم ولا نقطع بشهادته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فقتل فهو شهيد. أما الذي يقاتل من أجل المال أو يقاتل من أجل الشهرة أو أنه يعني يقال عنه شجاع وغير ذلك، فهذا ليس شهيد، ومع أنه مسلم فلا يجوز أن تطلق عليه الشهيد. لأن الإنسان لا يعلم الغيب ولا يعلم نوايا الشهيد هذا أو القتيل. فنحن نقول نحسبه شهيدا، نحسب نيته إن شاء الله تكون خالصة. وأما جنودنا الذين قتلوا هؤلاء فنحسبهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أيضا مجاهدون في سبيل الله. هؤلاء مرابطون، وكما يعني جاء في الحديث فيما معناه يعني عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهؤلاء الجنود المصريين نحسبهم شهداء إن شاء الله رب العالمين، فهم عيون تحرس في سبيل الله ويحرسون الوطن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء. ولكن يا أخواننا، هذا إذا كان للمسلم، فما بالك بغير المسلم؟ فلا يجوز أن نطلق عليه لقب شهيد. الشهادة ليست معنا، نحن ليس معنا صك لنعطي هذا شهيد وهذا مش شهيد. أما مسألة الترحم والاستغفار حتى على الملحدين يريدون أن نستغفر وتقوم القائمة ويخرج العلمانيين والليبراليين والملحدين يقول لك بص التشدد الوهابية والتكفيرية والتكفيريين يعني لا يترحمون عليهم وأن هذه مسيحية أو هذا مسلم أو غير ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية جاءت في
سياق الكلام عن سيدنا إبراهيم لما أراد أن يستغفر لأبيه الذي مات كافرا، فمنع سيدنا إبراهيم أن يستغفر لأبيه الميت على الكفر. قد يسألني سائل ويقول: هل تعتقد أن شيرين هذه ماتت على الكفر أم على الإسلام؟ لا نعلم هل تابت أم لا، ولكن نحن نتكلم على الظاهر، فالظاهر والواضح أنها ماتت نصرانية. كونها يعني إن كانت تابت قبل أن تموت هذا شأنها، فكلامنا نحن على الظاهر، نحن لا نعلم البواطن ولا نعلم الخفايا، ولكن ظاهرها أنها ماتت على النصرانية، فلا يجوز الاستغفار لها ولا الترحم عليها ولا أن نطلق عليها لقب شهيد. حتى المسلم نترحم عليه ونستغفر له لأنه مسلم، ولكن لا يجوز أن نطلق عليه شهيدا بالقطع، يعني لا نقول أنه شهيد قطعا، لا نقول نحسبه شهيدا عند الله. فالجريمة التي ارتكبت في حق هذه الصحفية فهذه جريمة يعني ندينها ولا نقرها، فإذا كنا نستنكر هذه الجريمة في الدنيا فلا يجوز لنا أن نرتكب جريمة في الدنيا والآخرة بالاستغفار لغير المسلم والترحم على غير المسلم والقطع له بالشهادة أو وصفه بالشهادة. الشهادة هذه منزلة عظيمة جدا عند رب العالمين، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا يعني مسألة يعني كبيرة جدا، فلا يجوز لأي إنسان هكذا يتلفظ من باب الإنسانية، من باب اللي مش عارف إيه، من باب هذا كلام، من باب البدنجانية، من باب خلط، ومن باب تضيع هوية المسلمين، من باب يعني الميوعة في العقيدة. هذه هو واضح، وهم كذلك لا يحسبوننا شهداء ولا يترحمون علينا ونحن لا ندخل الملكوت عندهم. هكذا هذه مسألة ليس لها علاقة لا بالإرهاب ولا بالكباب، ولا ليس لها علاقة بالتشدد ولا بالوهابية ولا بالبدنجانية، ما لهاش علاقة بأي شيء. هذه لا علاقة بالعقيدة الإسلامية، بالولاء والبراء، وأن الحب في الله والبغض في الله، وهذا ليس علاقة، لا له علاقة بمسألة يعني أنتم تريدون، لا لا خالص. أنا قلت لكم في بداية الحلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في قطة حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، وأن رجلا سقى كلبا فدخل الجنة. تخيل هذا حيوان، يعني أعظم جمعيات الرفق والحفاظ في العالم ليست يعني لا تفعل يعني لا تقر ما يقره ما أقره الإسلام، دين الرحمة ودين المغفرة، لكن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأيضا الجنة والرحمة تكون للمسلم يوم القيامة، هذا في عقيدتنا، هذا في عقيدتنا لا تكون للمسلم، كما أنهم يعتقدون أن الرحمة والملكوت لا يكون إلا للنصراني أو لليهودي. فأنت لازم تكون واعي مثل، مش يجي بقى يطلع أبو عتبة وأبو مش عارف إيه ويقعد يقول لك الوهابيين وتكفرين إيه، بس أنت جاهل، أنت أجهل من دواب قريش، مش فاهم حاجة في الدين، إيه علاقة ده بده؟ نحن ندين ونستنكر هذا طبعا ولا نرضاه أبدا، هذا عمل إجرامي في حق أي إنسان مهما كنت مختلف معاه متفق معاه. هذه المرأة لها حرمة، النصراني واليهودي وأي إنسان حتى ما كانش حتى يعني أي إنسان له حرمة الدم. نحن لا نبيح هذا ولا نجيزه أبدا، ولا ديننا يجيزه، هذا ليس معنى كلامي أننا أنا لا، شرعنا وديننا يعني يقر بحرمة دماء الآخرين فضلا عن دماء المسلمين. فنرجو من الجميع أن يفصل ما بين الكلام العام هذا وما بين العقيدة، العقيدة شيء واضح لا يحيد عنه المسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.